دايما الخطاب بتاعنا موجه لفئه شويه مهمله في عالم رياده الاعمال. فلما تفرغت بقى قلت وشفت جمال الناحيه الثانيه قد ايه حلوه وقد ايه بتصحى براحتك وعايش حياتك حر نفسك بتعمل حاجه اللي بتحبها وبتاثر في الناس وحياتك ليها معنى وشكل ثاني خالص، حبيت انقل بقى التجربه دي للناس. وعملت برنامج بداته في سبتمبر 2012 وافاجئ ان الموضوع بيكبر جدا بيكبر جدا بيكبر جدا. 7 سنين احنا النهارده، وباشن بوينت اتاسست يمكن بعد 3 سنين من البرنامج ده واحنا بنديه. صحيح، وكانت من ضمنها ان جي، وكانت من ضمنها اسراء. بالزبط. كانت رمي ذاك حكينا قبل شوي انه احنا تعلمنا منه، هو شجعنا في البدايه وقال لنا انطلقوا. هم اللي مشرفنا الحقيقه، مش تلاميذي ولا حاجه، لان احنا بنحلم نغير حال الموظفين في العالم كله. يعني مش عاوزين نشوف تاني حد بيصحى يروح الشغل علشان مجبر يعمل كده علشان الفلوس. صح. احنا دول بقى محدش بيخاطبهم. ليه؟ لان ريادة الاعمال موجهة لفئتين كبار جدا. فئة الشباب يعني لسه ما عندوش حاجة يخسرها قوي في مقتبل الحياة، فعنده افكار بقى جامحة ويلا يجرب. وفئة الاوريدي بدأوا مشاريع بس لسه صغيرة، عاوزين استثمارات عشان يكبروا انسوهم. لكن بقى اللي في النص، الموظف اللي حالته حساسة جدا، وقته محدود لانه بيشتغل وبيرجع 6-7 بالليل، مش قادر، مش شايف قدامه، عنده أسرة وعنده التزامات ومسؤوليات، وحتى لو معاه فلوس يحطها في مشروع خايف عليها، ده رزق أولاده أو رزق يعني تعبت فيها مش قادر أخاطر بيها. أكيد. لما بتروحي في عالم ريادة الأعمال وتسمعيه يقول لك أول حاجة، ريادة الأعمال ده حاجة فيها مخاطرة كبيرة جدا، فلو انت قد المخاطره دي انا احتاج هذه الكلمه. وبعدين تيجي عايزه تعرفي اصل المخاطره دي جه منين، يعني هم حطوها في القالب ده ازاي. في احصائيه مشهوره جدا عالميه بتقول ان 80% من الشركات اللي بتفتح بتفشل في اول سنتين. طيب بما ان احنا طرقنا لهالموضوع، اوكي، كيف الشخص يبدا مشروعه؟ احنا الحين ملايين الناس تتابعنا، تبغى تعرف كيف تبدا اول خطوه. بالضبط، اول خطوه بس لازم ان انا احترم الترتيب بتاع شكل المشاريع. هم 4 اشكال. اول شكل اللي هو بنسميه اللي حكينا عليه في الاول اسمه ذا سايد بزنس، جنب الشغل، يعني لازم ابدا جنب الشغل عشان ما يبقاش فيه مخاطره. ثم السايد بزنس ده بيتحول لحاجه بنسميها اللايف ستايل بزنس. اللايف ستايل بزنس بقى اللي هو المشروع اللي انا بعمله علشان اوصل لدخل معين يكفيني وابقى مبسوط وزياده كمان، ويخدم على اسلوب حياه انا عايز اعيشه. ده المستوى الثاني اللي انا عايز اوصل له، ولازم بالترتيب ده ما نطش مراحل. وبعدين المرحله الثالثه بقى، لو عاوز بس مش شرط ابدا، انا اوصل بيها الانتربرايز موديل اللي هو الشكل المؤسسي بقى، شركه، موظفين، ناس، فروع وهكذا. الشكل الاخير بقى بيقال عليه اللي هو انوفيتيف بزنس، اللي انا بعمل شركه، فكره بقى عبقريه، فكره جديده ثوريه بتغير، اعمل موبايل ابلكيشن خطير، اعمل ويب ديفلوبمنت، مش عارف ايه، اعمل سوفت وير، يعمل ايه. فده النوع الاخير خالص. فهو ده لازم نحترم ده الاول، ودي اللي احنا بنعملها بقى في باشن تو بروفيت. حولنا القصه دي لسيستم. انت قول لي شغفك ايه، هندخله على خطوات تخرج الناحيه الثانيه بزنس. يعطيك العافية. سلام. يعني أكيد إن أنت أفدت كثير من الناس، وأكيد برضو برنامجنا فاد كثير من الناس اليوم. شكرا. استضفناك. شكرا لك، وما قصرت على هالمعلومات القيمة. شكرا جزيلا. شكرا لك. تذكر دائما الخوف يمنعك عن الحياة، وضرر المخاطرة المحسوبة أقل بكثير من إنك تضيع سنوات عمرك عايش تعيس. عشان كذا خلي قلقك وراك والحق حلمك وابدأ حياتك من جديد.